تحية طيبة مشاهدي الكرام. أليس من المستحيل أن تسمح إسرائيل بوجود شعوب حرة وديمقراطيات عربية على حدودها؟ ألم تكن دائما أكبر حليف للديكتاتوريات العسكرية في البلدان العربية المجاورة؟ ألم يكن الجنرالات العرب دائما كلابها الأوفياء؟ ألم يرفعوا شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة بينما كانت معاركهم دائما ضد الشعوب لصالح إسرائيل؟ لكن في المقابل، أليس من الإجحاف الحديث عن تحالف استراتيجي بين إسرائيل والجيش السوري مثلا؟ ألا تفضل إسرائيل وجود ديمقراطيات عربية تتعايش معها بدل ديكتاتوريات هوجاء تهدد المنطقة بأكملها؟ كيف نتهم إسرائيل بالتحالف مع بشار الأسد بينما سمحت بانهيار جيشه؟ أليست إسرائيل سعيدة جدا بتآكل النظام السوري وقواته المسلحة؟ لماذا نرمي أوساخنا دائما على إسرائيل؟ أليست الجزائر والسودان مثلا بعيدتين جدا عن إسرائيل؟ أليس فيهما نظامان عسكريان لا يقلان طغيانا عن النظامين السوري والمصري؟ أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، نحن معكم في برنامج الاتجاه المعاكس. بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة، هل تعتقد أن إسرائيل تفضل أن يكون جيرانها ديكتاتوريات عسكرية كي تحميها من الشعوب؟ 97.7 نعم، 2.3 لا. دكتور إبراهيم حمامي، لو بدأت معك بهذه النتيجة، طبعا نحن نتحدث الآن في جو يمكن أن يقال عنه ذاب الثلج وبان المرج على ضوء ما حدث بعد الثورات، بعد 5 سنوات على الثورات. نعم. واضح تماما على ضوء هذا الاستفتاء أن من يحمي هذه الدكتاتوريات العسكرية في المنطقة هو إسرائيل. هناك من يتحدث عن تحالف استراتيجي بين الجنرالات العرب في البلدان المجاورة وإسرائيل، تحالف استراتيجي على ضوء ما يحدث في سوريا، ما حدث في مصر، إلى ما هنالك من هذا الكلام. كيف ترى؟ الآن أصبح واضحا جدا أن من روج الانقلاب وقام بتسويقه على سبيل المثال في مصر كان نتنياهو. ووجدنا أيضا في من ضمن المعلومات أن المخابرات المركزية الأمريكية كانت تعلم بما حدث في 23 يونيو 52 قبله بأيام، وهذا نستطيع أن نثبته. أما التلقين من خلال الإعلام، الاحتلال يقوم باستخدام عبارات معينة، تعبيرات معينة والتالي. طيب. كلمة أخيرة، ما كان سريا في السابق وغير معروف الآن أصبح في العلن واضح. الاتصالات، التعاون، السيسي يتصل بنتنياهو مرتين كل أسبوع، هذا من سوريا. بالنسبة لسوريا الآن إسرائيل تتحالف مع روسيا وتنسق جويا وتحافظ على النظام، وسنأتي على تفاصيل أخرى. طيب. واليوم لأن حالة العداء مع إسرائيل أصبحت غير مبلوعة جماهيريا، جاءوا بالإرهاب، فصارت محاربة الإرهاب، وعندما فشل حتى هذا العذر الآن يريدون تقسيم المنطقة. جميل جدا. باختصار شديد بجملة، ما إسرائيل إذن العسكر على طرفي النزاع سواء كانوا عربا أو إسرائيليين هم لتدمير هذه المنطقة وتحالفون مع بعضهم البعض، وما الشعارات إلا وهم وخداع لهذه الشعوب. دكتور كيف ترد؟ إسرائيل يعني البعض يقول مثلا حافظ الأسد رفع شعار التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل لسنوات وسنوات، فتبين الآن على ضوء ما يحدث في سوريا أن هناك تحالفا بين إسرائيل والجيش السوري، تحالف استراتيجي وليس توازن استراتيجي، وإسرائيل هي المتهمة الأولى والأخيرة. إسرائيل باختصار لن تسمح لشعوب هذه المنطقة، لشعوب البلدان المجاورة، أن يحلموا لا بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بكذا. لا تقبل إلا أن يحكمهم كلابها الجنرالات. يعني أنت عم تهين الشعوب يعني، وعم عم تلغي دور الشعوب. إسرائيل لن تسمح، إلا تسمح. يعني شو اللي بيمنعنا نحن نسقط الدكتاتورية إذا إسرائيل لن شو إسرائيل الله يعني؟ هذا الكلام هو في مبالغة للدور الإسرائيلي. للدور الإسرائيلي، يعني أنت وقت عم تبالغ بالدور الإسرائيلي وعم تشيطن الدور الإسرائيلي، عم تحقق غرضين. الغرض الأول أنك تغطي عجزك، والغرض الثاني أنك أنت يعني توجد مبرر وتوجد عذر انك انت ما عملت شيء. يعني اسرائيل 4-5 مليون، يعني معقول نحن الشعوب مصر 80 مليون؟ يعني اسرائيل بتجيب لهم سيسي وبتقول لهم مبارك وبتقول لهم مدري شو؟ هذا الحكي فيه هاني للشعب، للشعب المصري. يعني انت بتعرف يعني كيف اجى المرسي وكيف راح مرسي والى اخره، وقديش نزلت مظاهرات بعد ما راح مرسي. وبالتالي انا ما بقول انه الشعب المصري رضيان
لكن في توافقات معينة، في توازنات معينة يجب على كل حكم أن يعبر عنها. ما في نظام حكم بيجي مستقل عن توازنات موجودة بالأرض. وبالتالي إسرائيل وقت بيكون جارها ديكتاتور تتعامل معه، بيكون جارها ديمقراطي تتعامل معه. إسرائيل بدها مصالحها، وبالتالي هي وقت لقى الدكتاتوريات جنبها تعاونت مع هذه الدكتاتوريات. وأسهل طريق، طبعا سهل جدا التعامل مع الدكتاتورية، أسهل بكتير من التعامل مع الديمقراطية. بس أي إسرائيلي بيفكر أنه له مصلحة بالدكتاتوريات بيكون قصير النظر. قصير النظر، قصير النظر، لأنه هذه الدكتاتوريات أول شيء عاشت على المعاداة للساميين ونشر ثقافة الكره لليهود وشيطنة اليهود، وبالتالي خلقت عنصر، خلقت ذهنية كاملة متكاملة. اليوم عم تشوفها، 98% من الناس عم يقولوا انه اسرائيل هي سبب مشاكل المنطقة كلها. هذا شو؟ هذا بينتج تطرف وبينتج ارهاب وبينتج داخلي. كدولة، كحكومة إسرائيلية منتخبة إلى مصلحة مع الشعب اليهودي على الأقل، ما بيصير تحط الشعب اليهودي في جيتو محاصر بعداء وكراهية بسبب أنه إلها مصلحة تتعاون مع ديكتاتور. الإسرائيلي الذكي بيفهم أنه لازم يفتح مع الشعوب ولازم يحسن صورته قدام الشعوب وإلى آخره. وبالتالي إذا إسرائيل عم تفكر هيك فعم تفكر بنهايتها، فبتكون عم تغلط ضد مصالحها. نعم. طيب بس أنا يعني أسألك أنت على ضوء دكتور، أنت معروف يعني لك علاقات ولك نظرة ولك اطلاع كبير على السياسة الإسرائيلية والداخل الإسرائيلي وكيف يفكر الإسرائيليون مدنيين أو عسكريين، يعني من خلال خبرتك وزياراتك وكذا، تعتقد أن الإسرائيليين لا يفضلون الدكتاتوريات العربية حولهم؟ يسمحون بديمقراطيات عربية؟ يعني تريد أن يعني تضحك علينا دكتور وتقول لنا إسرائيل يمكن أن تسمح بديمقراطية في سوريا؟ أيهما أفضل لإسرائيل، ديمقراطية في سوريا بي 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 تحت أمرة الشعب، أم هذا الطاغية الذي ينفذ لهم كل شيء؟ لن يجدوا أفضل منه. يعني حتى لو شارون جاء إلى سوريا ليخرب، ليفسد، ليذبح، ليقتل، ليشرد، لن يصل إلى 5% مما فعله آل الأسد في سوريا. إذن لماذا تقول لي هذا مصلحتهم أن يكون هؤلاء الطغاة حولهم؟ يعني تقول لي بيسمحوا لنا بديمقراطية في سوريا؟ إسرائيل ما هي بتنام وبتفيق بس هدفها تدمر سوريا. إذا سوريا بدها تبني معها سلام ما بتفكر بهذه الطريقة. فالقضية تفاعلية. وقت الشعب السوري بده يرفع شعارات الحرب الصليبية، الحرب الصفوية الصهيونية، المدري شو، عليه أن يتوقع رد إسرائيل، عليه أن يتوقع رد فعل إسرائيلي. لكن ما فعله الجيش السوري وما تفعله الدكتاتوريات في شعوبها مش لأنه في إسرائيل أو لا. يعني ما الدكتاتوريات عملت بالجزائر اللي عملته لأنه في إسرائيل، ولا اللي عملوه بالسودان، ولا اللي عملوه باليمن لأنه في إسرائيل. صحيح. فالقضية الدكتاتورية دائما تسلك هذا السلوك، أنت عم تبرر أنه لأنه في إسرائيل الدكتاتوريات عملت هيك، لأنه في إسرائيل الجيش السوري عمل هيك. لا، مو صحيح. مو لأنه في إسرائيل ولا لأنه إسرائيل أمرته يدمر. هذا الحكي مش صح. أنا على علم ومعرفة كاملة يعني تفاصيل القرار الإسرائيلي، وأنا حاولت أفهم هذا الكيان وحاولت زوره وأفهم كيف بيفكروا وكيف يتعاملوا. أنت بتكون بيتفاعلوا معك، هن منفعلين وليسوا بهذه القدرة ليكونوا فاعلين ليسيطروا على التاريخ. يتعاملون مع أمر واقع، يسيطروا على التاريخ. يا أخي هن ما عندهم قدرة، هن بينبسطوا كتير وقت نحن منبالغ فيهم. نحن منبالغ فيهم ومنقصطرهم ومنقول هن قادرين على كل شيء، بينبسطوا بيضحكوا، لكن هن حقيقة مش هيك. جميل جدا. كيف ترون أنه إسرائيل الآن في أكثر مرة أن عمق الاستراتيجي الأمني يمتد من المغرب إلى باكستان؟ هذا قالوه بصراحة. فكل هذه المنطقة الإسلامية بين قوسين هي بالنسبة لها منطقة خطر، لأن وجود هذا الكيان يتعارض تلقائيا مع المنطقة. هو كيان غريب، جسم غريب في داخل منطقة كلها بالكامل تشترك في كثير من الأمور، في اللغة، في الدين إلى آخره، وهو كيان غاصب. وبالتالي إضعاف كل هذه المنطقة الإسلامية مصلحة عن طريق العسكر، عسكر وغير عسكر. أيوة. الأنظمة مش كل عسكرية. أيوة. في أنظمة غير عسكرية وأسوأ. طيب. من العسكر. أوكي. لكن طيب. المقصود أيضا أنه حتى مشاريع التقسيم الآن لا تتحدث فقط عن المنطقة العربية. أيوة. تتحدث حتى عن تركيا وإيران وغيرها. بالنسبة ل شوفي عندك طيب. كملوا. لماذا إسرائيل تقوم بذلك؟ لماذا؟ ما هدفها من ذلك؟ باختصار. أولا أيوة. المستفيد الأكبر إسرائيل، لماذا؟ لأن العسكر سيأتوا بشعوب مسحوقة لا تستطيع أن تعبر رأيها أو تكون جزء من أي مواجهة، لأن هذه الشعوب المهمشة مهزومة نفسيا، شعارات القاهر والظافر وحندمر وحنشيل ونحط في الأخير نهزم، لأنها ستتحول إلى دول فاسدة وفاشلة ومتخلفة أو غير صالحة أن تقود. لأن المسموح فقط هو الأكل والشرب، فقط هذا المسموح للعرب أن يأكلوا ويشربوا، وفي كثير من الأحيان غير متوفر. لماذا؟ لأن هذا سيصل إلى تفوق وهيمنة إسرائيلية وصولا إلى قبولها والتطبيع معها كدولة جارة وشقيقة كما يدعو ضيفك. أنا اللي سمعته، أنا أريد سوريا معقولة ويحكمها ناسا وأهلها.
بإرادتهم الحرة ولا توقع معي سلام. هيك الإسرائيليين يقولون؟ أبدا. أنا بس بدي سوريا معقولة مو مجنونة. عارف كيف يعني؟ ما تجيب لي مجانين مثل بشار أسد ومثل إلى آخرين مثل الأخير. سوريا معقولة دولة لها مصالح. كلام من هذا؟ كلام المسؤولين بالحكومة وبالكنيسة والرأي العام والطرفين كلهم. مش وجهة نظر. بدهم سوريا معقولة. سوريا لشعبها ولناسها، وهن مش حلفاء لا الأقليات ولا غيرها، هن جارهن العرب السنة، وهن حليفهم الطبيعي، واستقرارهم يقوم على التصالح مع العرب السنة. هذا شعارهم. اليوم عم يحكوا انه انتم صرتوا أقلية، انتم العرب السنة صرتوا أقلية. نحن تعاملنا معكم تاريخيا، نحن تعاملنا مع مصر، تعاملنا مع الأردن، تعاملنا مع السلطة الفلسطينية، وكانت تجارب مقبولة، وبالتالي ما عندنا مشكلة مع العرب السنة بسوريا يحكموا، لكن ما يضطهدوا الأقليات وما يكونوا عقلانيين. نحن ما قدمنا هذا البديل، وبالتالي ممكن أنت اليوم تلاقي بإسرائيل من يستمع إلى صوت إعادة بناء سوريا الديمقراطية. ديمقراطية يا زلمة. ممكن يقبلوا بحالة أنك أنت تكون تقدم نفسك بمشروع منطقي ومعقول. مشاهدي الكرام، لم يبقى لنا لنشكر ضيفينا الدكتور كمال لبواني والدكتور إبراهيم حمامي. نلتقي مساء الثلاثاء المقبل، فحتى ذلك الحين هو فيصل القاسم يحييكم من الدوحة. إلى اللقاء، يعطيكم العافية.